ثم أما بعد، فإننا نقف اليوم بحول الله جل وعلا مع علامة أخرى من علامات القرآن الكريم، وقصدت أن أعبر بهذا التعبير علامة لمال الآية، أي آية من كتاب الله، من معنى العلامة. وعلامة هذه الآية خاصة في زماننا هذا وظروفنا العالمية هذه قوية جدا، يعني هذه الآية عندها علامات، بل هي علامة كبرى في حد ذاتها لمن قرأها حق قراءتها في ظروف الزمان والمكان والإنسان. ومطلوب من الإنسان المسلم أن يقرأ القرآن الكريم على وزان زمانه. القرآن غير محكوم بالتاريخ كما أراده بعضهم، في واحد من المفكرين المغاربة عبر بواحد الإصطلاح كيسميه التاريخانية، يقصد به أنه يعني القرآن أو الدين بصفة عامة محكوم بالتاريخ، بمعنى أنه خصو يتفهم في الظروف دياله التاريخية ويحبس تما، ما يجيش ما يمتدش، يعني لا ينبغي في منهجه وعقله القاصر أن يمتد القرآن عبر الزمان وعبر المكان، إلا كتاب الله فلا يحكمه زمان ولا يحكمه مكان، بل هو نازل من أجل أن يقرأ لكل زمان ولكل مكان، لكن طبعا بشروط العلم وقواعد التفسير، مشي غير باللعب أو بالهوى أو بالتشهيك، لا طبعا، بل لا بد من قواعد العلم وأصول التفسير التي قد أرسخت لدى العلماء من جيل صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى زمن الناس هذا. وبهذا المنطق أقول هذه الآية العلامة هي من الآيات التي تكشف عن بعض الحقائق المعاصرة أيما كشف، شيء غريب جدا حقيقة، ونقرأها كثيرا وقل ما ننتبه إليها، وهكذا الشأن عندنا مع الأسف مع كتاب الله جل وعلا، حال من آيات، بل كل الآيات إلا قليلا قليلا كنقرأها في القرآن الكريم وهي ديزوكا، بينما هذا القرآن كل آية فيه، بل كل جملة، بل كل كلمة تحتها كنز، بل كنوز، كنوز يكشفها الله جل وعلا لأهله على قدر إخلاصهم وعلى قدر صدقهم وعلى قدر جهدهم من البحث والعلم. ولكل زمان كما ذكرت في الحصة السابقة، لكل زمان إذن من الله جل وعلا أن يكشف لهم من مخبوء القرآن ما يليق بزمانه وبعصره وبجيله. وما زال نشوف بإذن الله عز وجل والأجيال التي بعدنا نشوف حقائق القرآن كيف تتنزل على واقع الناس، كأن القرآن نزل اليوم لا قبل 14 قرن وزيادة، هل القرآن عجى كأنما يتحدث عن هذا الزمان وهذا العصر بهذه المرحلة بالضبط من تاريخ البشرية، أي ما يسمونه الآن في الاصطلاح الثقافي والسياسي المعاصر بالعولمة. قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا اسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والحديث عندنا بالآية السابقة هي عندها صلة قوية جدا بما بعدها سنذكره إن شاء الله عز وجل، ولكننا نقف اليوم مع هذا الأمر، بل هذا النهي الرباني العظيم الذي خاطب المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، لا نهي يفيد التحريم، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني لا شفنا سبب النزول ديال الآية، غادي تلقاها في واحد السياق ومن قصرها على سبب نزولها ولم يعديها إلى ما تتضمنه من معان، هذيك هي التاريخانية نيت، يعني هذاك هو الجمود الفكري والعقلي. وما ذكر العلماء أسباب النزول إلا لتبين المنطلقات باش تعرف مين تبدأ، هذا الشيء علاش العلماء قرروا قالوا لا بد تعرف سبب النزول، وشيء مهم جدا أن يعرف الناس أسباب نزول الآيات إن كانت نزلت على أسباب، وإن لم تنزل على أسباب فقد نزلت على مناسبات، يعني القرآن أي آية ما كينش الآية اللي ما عندها هذا الشيء، إما يكون عندها سبب نزول شي حاجة وقعات راه مذكورة في السيرة النبوية وقع كذا وكذا ونزلت هذه الآية، وإلا ما نزلتش على شي واقعة محددة في الزمن والمكان والتاريخ راه نزلت باش كتكمل المعنى ديال واحد الآية قبل منها أو كتمهد لواحد الآية من بعد منها، هذا كيسميه العلماء علم التناسب، ومكتوبة فيه كتب علم التناسب، تناسب الآي وتناسب الصور. اليهود اللي كانوا في زمان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهذه الخصلة بقية فيهم وكانت فيهم من قبل سيدنا محمد وكانت فيهم في زمان سيدنا محمد وبقى فيهم لدابا وإلى قيام الساعة، كانوا كيجيوا لعند النبي عليه الصلاة والسلام وكيقلبوا ليه الكلام، كيقولوا ليه واحد العبارة اللي ما تأملهاش يفهم منها كلام،
كلام ديال الخير يعني يمكن لك تفهم منها الخير إلا بغيت، ولكن هما قصدين بها الشر، وكثير الأسلوب ديالهم في هذا الشيء. قبل ما نذكر هذه العبارة اللي كتعلق بهذه الآية، كانوا من بين ما كانوا كيقولوا السام عليك أو عليكم، والسام هو الموت أو الهلاك، كيضغموا اللام كيسرطوه ما يقولوش السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لهم وعليكم، ما يقول لهمش وعليكم السلام، وعليكم، يعني ذاك الشيء اللي قلته وعليكم. لم يكن عليه الصلاة والسلام بليدا حاشاه، بل كان ذكيا فاطنا، والذكاء والفطنة معروف من خصال الأنبياء، وسيدنا محمد سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. واللي عاشروا اليهود كيعرفوا هذه القضية لأنه كيقلبوا الكلام، فغير باش نبينوا المنهج ديالهم في التعامل مع الكلمات، كيقلبوا الكلمات. من ذلك ما سجله القرآن صراحة، هو هذه الآية. كيجيو عند النبي عليه الصلاة والسلام، كيجيو يقضيو شي غرض، وشحال من مرة كتحصل لهم مشاكل وكيجيو عند النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما كيجيو يسولوا على بعض القضايا العلمية من أمور الدين، يسولوا على الدين ديالهم هما. شحال من خطرة سولوا النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء كثيرة أجاب عنها القرآن الكريم، سولوا على الروح، سولوا على أصحاب الكهف، سولوا على أشياء كثيرة، إما بشكل مباشر أو كيوسطوا شي واحدين يسولوا براستهم، وايضا قد يختصمون ويحتكمون اليه. شي خطره وقعت بيناتهم يعني زنا، واختلفوا في تطبيق هذاك الحكم الشرعي بيناتهم، وجاو لما بغاو يتقاتلوا بيناتهم غير القبائل ديال اليهود بيناتهم، جاو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نذهب الى ابي القاسم، كانوا يقولوا له ابي القاسم عليه الصلاه والسلام، هو ابو القاسم فعلا. فلما كيحصلوا ويدابزوا بيناتهم كيجيو يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بيناتهم. فاغراض كثيره كانوا ياتون من اجلها، اغراض كثيره كانوا ياتون رسول الله عليه الصلاه والسلام من اجلها، أمور ديال التجارة ديالهم والأمور ديال المعاهدات على كل حال، يعني كانت رابطة بيناتهم علاقة الجوار وعلاقة المعاهدة، وباللغة المعاصرة علاقة الوطنية، لأنه في واحد اللحظة كانوا ساكنين في المدينة جيران، وعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حقوقهم معروفة بواحد المعاهدة، نص وثيقة كانت بحال الدستور، غير دخل النبي صلى الله عليه وسلم داروا باش كل واحد عطى حقه من الأوسي والخزرجي واليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة. ولكن طبعا من بعد اليهود نقضوا العهد شحال مرة وتحالفوا مع قريش، وبعد ذلك فرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلاء، اجلاهم من المدينة المنورة واخواهم من الضواحي ديالها. فكانوا إذا جاءوا لحاجة يقولون يا محمد عليه الصلاة والسلام راعنا، راع يراعي الأصل ديالها في العربية كما نستعملها بالدارجة ديالنا الآن، باقية بالعربية ديالها الفصيحة، وما زالت العامية المغربية تحتفظ بكثير من الاستعمالات والألفاظ العربية الفصيحة القديمة. راعينا يعني راعي ليا، من المراعاة يعني يرد البال ديالك ليا وهتم بيا واسمع لي اش كنقول لك. راعينا من راعى يراعي، وهو فعل أمرين، فيمكن تفهم هذا المعنى هذا، وهو اللي كيقتضيه السياق. الا وقفت حدا واحد وكتسنى باش يهضر معاك تقول له راعي ليا راعينا، لكن هما ما كانوش كيقصدوا هذا المعنى، وانما كانوا يقصدون الرعونه، والرعونه هي الجبن والخوار والخبث والضعف والهوان، يعني معاني كلها سيئه جدا. الارعن هو الانسان الجبان الغدار الخبيث اللي ما يسواش، هذا ارعن. فالراعن اسم فاعل، من راعنا يرعون رعونة. فإذن كيستعملوا ما يسمى بالمشترك الدلالة، العربية معروف وفي أصول الفقه لفظة واحدة وعندها شحال معنى، أنا نقول لك منها معنى في خاطري ولكن أنت يمكن لك تفهم واحد المعنى آخر، وموجودة حتى في العامية هذه الاستعمالات، معروفة بيناتنا كلمات كتستعملها في ثلاثة وأربعة المعاني باش غادي تعرفها. السياق هو اللي كيحدد المعنى إيش مقصود، كيسميه الفقهاء المشترك، مشترك الدلالة، كثير موجود في اللغات كاملين وفي العامية الدارجة المغربية. نستعمل الطلبة ملي نبغي نشرح لهم أكثر بواحد الشكل مبسط، هذاك يعني أمثلة كثيرة، نستعملوا مثلا مصطلح ديال القب ديال الجلابة، هذاك القب كنسميه القب، ولكن أيضا كاين القب هو داك السطيل، سطل قب. فإذا قلت واحد جاء دخل مغطي داير قب على راسه، داير قب على راسه، لا تقول له نغرف لك قب على راسك، فيمكن هو يفهم القب الجلابة، ولكن يمكن تقصد أنت إلا بغيت سطل فتكون إهانة. فهذا كيتسمى المشترك الدلالة، لفظات لعب بها كي بغيت. هذا الشيء اللي كيديروا ميريكان دابا بالضبط، كيلعبوا بالمشترك الدلالة، لفظة يمكن يعطيها ميات معنى، كيعطيها المعنى اللي بغاه هو، مش اللي بغى السياق ولا بغات اللغة، لا بغاه هو. هذه خدمة اليهود. فكانوا كيقولوا يا محمد راعينا، الصحابة مساكين على نيتهم كيقولوا زعما راه هما كيتسناو. فكشف الله نيتهم وفضحهم، وأنزل القرآن من فوق سبع سماوات، وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالمقاصد السيئة لليهود، وأنهم يسخرون من رسول الله وصحبه بأبي وأمه وعليه الصلاة والسلام. فباش يفرزهم، باش يفضحهم ويفرزهم، ربي تعالى قال للمسلمين وانتم هاد راعينا ما تعودوش تقولوها، باش لما يقولها اليهود تفضح.
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، بدلوا الاصطلاح، بدلوا لغتكم وقولوا انظرنا، شوفنا واسمع لنا، باش ديك الساعة اللي بغى الشر كيبان راه غادي له نيشان، ولن يقولها أنا إذن إلا كافر من اليهود أو غيرهم أو منافق، واحد اللي كيدعي أنه مسلم والواقع دياله يشهد بعكس ذلك. فينفصل الفريقان ويتضح الحق من الباطل وتحصل الممايزة. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وللكافرين، هذوك اللي قالوا الكلام الخايب والنية السيئة، وللكافرين عذاب أليم. ما نساوش، وهذا الآن العالم ما زال ما دخلش في تفسير العالم، ما يمكن أن نسميه بتفسير العالم، دابا احنا عطينا غير المعنى التاريخي، هذا سبب النزول، عاد ندخلوا في العالم بإذن الله عز وجل. ما نساوش بأن هذه الآية جات في واحد الموقع، يعني عندها واحد البلاصة في القرآن، وما كاينش شي آية اللي شادة شي موضع عابث غير هكا كوكان، ما يمكنلكش دير واحد الآية في القرآن قلت لا إلا نقرأ هذه قبل هذه ما كاين لباس، لا كاين لباس، أي كلمة أي حرف تزعزعوا من موضعه في الجملة القرآنية غادي تخسر له الهندسة ديالو، الهندسة ديال رب العالمين. القرآن نظام رباني دقيق، حرفا حرفا، كلمة كلمة، جملة جملة، آية آية، كل واحدة شدة موضعها. اللي تكلم بالقرآن سبحانه جل وعلا هو اللي خلق الكون والنجوم، وكل كوكب وكل نجمة حطها في موضعها. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. يعني كيما ربي تعالى منظم لك النجوم ودير لها الهندسة الربانية ديالها، كل نجمة شد الموقع ديالها، لو أنها تخرج منه قليلا أو تضطرب عنه يضطرب الكون كله، شي يدخل فيه. كذلك القرآن قسم ربي بالنظام، النظام ديال الكون، باش يقول لك راه القرآن حتى هو نظام. ولذلك موقع هذه الآية وتناسبها أنها جاءت مباشرة مباشرة بعد آيات السحر، من بعد السحر جاءت وتحدثنا عن هذا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هنا تحد الكلام على السحر، فقال مباشرة يا أيها الذين آمنوا، راه كان كيتكلم عن السحر في زمان اليهود في عهد سليمان وبعد عهد سليمان عليه السلام، وبرأ سليمان من السحر واتهم الشياطين بالسحر وأن اليهود تلقفوا وتلقوا السحر عن الشياطين. فمباشرة من بعد الكلام عن السحر قال للذين آمنوا ردوا البال، عندكم توقعوا في هذه المشكلة ديال تحريف الألفاظ. علاش؟ لأن هذه الصناعة هي امتداد السحر، تحريف الكلمات هو ضرب من ضروب السحر، اللعب بالكلام نوع من أنواع السحر، فتحريف الكلم عن مواضعه امتداد تاريخي للسحر، شيء عجيب جدا. والقرآن جاء لزمان رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا الزمان ولكل زمان بعد رسول الله إلى يوم القيامة، بمعنى أنه اللي غادي يأثر في توجيه الأحداث تاريخيا من بعد البعثة النبوية ماشي السحر. السحر في الضال كلام دياله مع الأزمنة المتخلفة، كان له سلطة، هذه السلطة الرابعة اللي يعطوها الإعلام كانت في ذلك الوقت ديال السحر. الآن السحر المعاصر هو الإعلام، هو السحر، والسحرة الكبار الآن الذين يؤثرون ويوجهون أحداث التاريخ المعاصر هم الإعلاميون، طبعا الذين يصنعون الأحداث على غير ويزانها الحقيقية. ويبين رب العالمين بأن الخطورة الجديدة اللي غادي تجي هي خطورة الكلمة، كلمة واحدة غادي تبدل بها مجرى التاريخ. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذه غير كلمة، أرضوا البال يا أيها المسلمون، الكلام راه العصر الجديد عصر الكلام، وهذا كلام عجيب حقيقة، باش رب العالمين يجيبنا هذه الآية مباشرة بعد الكلام عن السحر، وكيف أن السحرة يغيرون الحقائق وهما وتوهيما لا حقيقة. تكلمنا على هذا الموضوع لا رجعت فيه، ما كيغير شيء الساحر من الحقيقة ديال الواقع، كيغير الحقيقة ديال الواقع بالتخيل. كذلك الإعلامي الكذاب اللي واقع في الأرض شيء واللي معروض في التلفزيون شيء آخر، يلعبوا في الصورة
يلعبوا في الكلمة، يلعبوا في الإخراج، يلعبوا في التركيز والتقديم والتأخير والتركيز وعدم التركيز، حتى يقلب لك الحقائق بالوهم والإيهام، يخليك أنت تعتقد أشياء لكن الواقع شيء آخر. ولذلك فعلا اليهود منذ ذلك التاريخ وهم يشتغلون بهذه الصناعة، وهي قلب الحقائق بالكلمة، قلبوا الحقائق في واحد المرحلة تاريخية بالسحر، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى قلب الحقائق بالكلمة، والآية شاهد دال على هذه الحقيقة. ولا يزالون إلى الآن دور الإعلام الكبير الآن في العالم ديال اليهود، شيء واضح زعما ماشي شي حاجة جديدة، معروف الناس اللي متبعين الثقافة الآن كيعرفوا بأنه الإعلام الكبير في العالم اللي مسيطرين على مصادر الأخبار ومصادر الكلمة الآن في العالم يهود والصهيونية بشكل خاص. والحرب الإعلامية تحسيم المعارك قبل أن تحسمها البنادق، حرب الإعلامية كدير العجب. ولذلك غالط بزاف اللي ما كيعطيش قيمة للكلمة. الصراع الحضاري المعاصر صراع ديال الكلمة، ولهذا السر جاءت المعجزة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كلمة هو القرآن. شنو هو القرآن؟ كلام الله. فالمعجزة ديال سيدنا محمد إنما هي كلام، لغة، نص، وهو كلام الله جل وعلا وتبارك سبحانه وتعالى. كيعطينا رب العالمين السلاح الحقيقي الذي يحصل به المؤمن في هذا الزمان معتقداته الفهمة ديالك، ويحسن به نظرته. ألبس النظر ديال الإعلام، تبغي تفرج في التلفزيون تفرج ماشي مشكل، شوف الأخبار، ولكن هز القرآن ديروا نظارة وشوف به الحقائق، وغتبان لك الكذوب ويبان لك الدجل وتبان لك الحقائق باينه. لأنك إذا خديت حقائق القرآن ونظرت من خلالها إلى العصر وإلى كل شيء انفضحت أعمال الشيطان. بحال ذاك الساحر، راه مثال السحر مهم جدا في هذا السياق، لأن الله عز وجل إنما ذكر آية الكلمة بعد آية السحر، لأن نفس التأثير الذي كان للسحرة هو الآن للإعلاميين، ونفس الخدمة. يعني تكلموا عن الإعلاميين يعني السحرة الدجاجلة، وليس الذي ينبئك بالنبأ الحقي، هذوك بوحده. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لا شك في هذا، ولكن مع الأسف الأغلبية الصحيقة، لأن مصادر الإعلام الكبرى ماشي بيد المسلمين، شيء واضح جدا. فإذا الساحر يبدأ يوهمك، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، كيبدأ يوهمك ويعطيك واحد المجموعة ديال المصطلحات ومجموعة ديال التأثيرات والإيحاء النفسي، تتولي تشوف ذاك الساحر راه طاير في الهواء. لما تحك عينيك مزيان بنور القرآن وتعود تشوف فيه مزيان، تشوفه راه جالس في الأرض، باقي في التراب في موضوعه ما تحركش. كذلك بالضبط الإعلام، بالضبط الإعلام الخطير الذي يدمر ويشوه التصورات، يكون تحك عينيك مزيان وتحك ودنيك مزيان وتعود تقرأ الحقائق في ضوء القرآن، غتبان لك الوقائع مختلفة تماما عما يقولون وعما يذيعون، مختلفة تماما. هذه الآية والله لا يوجد لها مثيل في كتاب الله جل وعلا، لأن القرآن ما كيتعاودش، لا تكرار في القرآن. ولو توهمنا ذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ولذلك بنص هذه الآية أتحدث بإذن الله عز وجل باستنباط حكم شرعي جديد ديال هذا الوقت هذا الذي كان يناسب تلك المرحلة، ولا يزال حرام على الإنسان أنه ينادي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواحد الكلمة ماشي ديال الأدب. هذا يؤخذ بشكل تقريبا واضح من الآية، لكن يؤخذ أيضا الآن أنه حرام عليك تأخذ المصطلحات المضببة ديال الإعلاميين المشبوهة وتستعملها حتى أنت، خاصة حينما تكون هذه المصطلحات موجهة إلى المسلمين. مصطلح يفبركوه ويصنعوه ويخمروه في المخابر الإعلامية ديال اليهود والنصارى ويصدروه لك وتأخذه أنت تتلقمه وتبدأ تخدم به وتخطب به خوتك المؤمنين وتتكلم به على المساجد وعلى القرآن وعلى الدين. إيش كدير؟ من أنتج هذه الكلمة؟ شكون اللي خرج هذه الكلمة؟ ياك اليهود والنصارى. إيوا حتى اليهود والنصارى من بكري قالوا راعينا، قال لهم ربي المسلمين وانتم ما تقولوش راعينا. وكذلك الآن يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، كل كلمة أنتجها الإعلام الغربي فيها إساءة للإسلام وللمسلمين ولو شبهة يحرم حرمة قاطعة على المؤمنين اليوم استعمالها في اللغة ديال التخاطب ديالهم اليومي والثقافي والاجتماعي والأسري في كل شيء. راك ترتكب إثم كبير لما تستعمل واحد الكلمة ديالهم كيصفوك بها أنت النيت ويصفوا بها الدين ديالك والقرآن ديالك. تريث عندما يضحكوا عليك يقول لك هادي كذا وهادي كذا وهادي فئة وهادي طائفة، رأى الخدمة ديال الاستعمار من بكري هي هادي. فرق تسود،
فرقت سود. عندنا المصطلحات ديالنا حنا، المصطلحات ديالنا حنا كمسلمين عندنا موجوده في كتاب الله وسنه رسول الله، ثم في اجتهاد الفقهاء المصطلح. الى غادي ندير مصطلح نقدي، هذه اسوأ الاحوال، مصطلح ننتقد به بعض الظواهر السيئه الغلطه اللي داروها المسلمين. كيمكن المسلمين يغلطوا وكيغلطوا، وخصهم يغلطوا لانهم بشر، ويغلطوا ايضا في فهم الدين، ويغلطوا في الممارسه الدينيه. مع ذلك ما نستعملش المصطلحات ديال الاخرين. عندي المصطلحات ديالي التاريخيه، وعندي المصطلحات ديالي القرانيه والسنيه النبويه والفقهيه، نستعملها هي. انا كنعرف الغلو، كنعرف شيء التطرف. الغلو هو المصطلح اللي استعملوا كتاب الله عز وجل، واستعملوا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اعطي غير مثال، هذا المصطلح اللي تستعمل عندنا ديالنا، لان اقل ما يتقال في المصطلح ديالهم كتلقى فيه المعايره، اقل ما فيه المعايره. الا ما قلبلكش الدماغ وقلبلك الفهمه ديالك للدين، راه على الاقل كيعايرك. ما نستعدش انا نعاير المسلمين ونعاير راسي، استعدي. وربما صار بك الامر الى الاستخفاف بكتاب الله، لان كثير من المصطلحات الان يسخرون منها. واحد العدد من المصطلحات كاينه في القران الكريم، ويسخروا منها اليهود والنصارى، ويولي المسلم دابا خايف يستعملها، وهي ايه في كتاب الله صريحه. اش هذه الغرابه هذه؟ ما الذي حدث للمسلمين؟ ولذلك عندنا الادوات ديالنا نستعملوها، لان المصطلح لما يكون في كتاب الله ويكون مصطلح نقدي، زعما كينبه لواحد الغلط كيديروه المسلمين او يمكن يديروه المسلمين، هذاك المصطلح النقدي كيعالج وما كيجرحش، كيعالج وما كيجرحش. يعني العوجيه كيقلعها وما يخليش الاثر، ما عندوش بحال داك الدواء المسموم، اعراض جانبيه، اعراض جانبيه. زعما احسن شت المصطلحات ديالهم اللي كاع نقولوا مزيانه بين قوسين، وما عندهمش المصطلح المزيان بعدا هما، لما يتعلق بالدين، ما يتعلق بالدين والممارسه الدينيه احسن الاحوال. اما أسوأ الاحوال راه يمكن لك تعاير مولاك اللي خلقك والعياذ بالله بالمصطلحات ديالهم. احسن الاحوال انك لما تستعمل المصطلح الاجنبي في نقد الظاهره الدينيه راك تعالج، يمكن تعالج، ولكن تخلي الاعراض الجانبيه. اما المصطلح القراني والنبوي فيعالج وبلا اي اثر او عارض جانبي اطلاقا، يداوي وما يخليش الاثر السيء، ما يخليش الاثر ديال الجرح، بحال الادويه الفطريه الطبيعيه تداوي بلا اثر بلا سموم. لانه علاش؟ كل ينتج المصطلح رب الكون الذي يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور سبحانه جل وعلا، أو سيدنا محمد بوحي من الله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اسمعوا لله ولرسول الله، ما تسمعش الآخر، واسمعوا لله ولرسوله لا للآخرين، فمن خالف ذلك وللكافرين عذاب أليم. حقيقة آية والله تشد إليها الرحال، بحال داك المجهر ميكروسكوب، شوف بها التاريخ المعاصر هو كيتصنع، كيفاش تفككو وكيفاش تقراه. هذا القرآن أثقل مما يتصوره أحدنا. لما قال رب العالمين لسيدنا محمد: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، عالم سبحانه إيش كيقول له؟ كلمة واحدة فيها التاريخ الماضي كله مخزون في كلمة واحدة، والتاريخ المعاصر لسيدنا محمد، والتاريخ ديال المستقبل، مستقبلية إلى ما بعد قيام الساعة، كله تلقاه في كلمة واحدة. فينا هو الكمبيوتر اللي يخزن في الذاكرة ديالو هذا الشيء كله؟ مازال ما صنعوا شيء بنادم، وعمره ما يصنعوا، لأنه الغيب، هذاك سميته الغيب، الغيب لا يحيط به إلا رب الغيب، إلا عالم الغيب. ربي تعالى كيعطيك كلمة واحدة، كلمة واحدة فيها التاريخ، فيها الزمان، الزمان كاع كله، يعطيك الزمان كله. وسبحان الله العظيم هذيك الكلمة عندها واحد تجليات غريبة جدا، يعني تجيبها على زمان سيدنا نوح، تبغي تقرأ التاريخ زمان سيدنا نوح تشوف زمان سيدنا نوح كما كان حقيقة، تجيبها لزمان سيدنا محمد تقرأ بهذاك التاريخ دياله بسبب النزول، غادي تلقى التاريخ ديال سيدنا محمد والأحداث والحوادث الوقائع في زمان سيدنا محمد كما كانت. تقرأ بها دابا التاريخ الذي يحدث الآن، غتوجد بها الواقع كما هو لا كما يرسمه دجاجلة الإعلام. وتقرأ بها المستقبل أيضا، وتقرأ بها المستقبل، لأن الله في كتاب الله وضع لنا آيات علامات، آيات هي علامات أيضا تقرأ بها المستقبل. ولذلك بمثل هذه الآية العلامة نقول بإذن الله عز وجل: إن باع الكفر وطغيانه في الأرض قصير، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. قصير الكفر، حبلوه قصير ماشي طويل. وكثير من العلماء الآن
يتوقعون بناء على سنن، ماشي كيتخيلوا ولا كيتنبؤوا بالتنبؤات الخاويه، لا، بناء على سنن الله الوارده في كتاب الله، ما كيمشيوش بعيد، وعلى ما انبأ به سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، انه الطغيان ديال اليهود ما بقالوش بزاف، الكفر عبر التاريخ من زمان فرعون ومن قبله ومن بعده ومنهم الآن يفسدون في الأرض ويعيثون فيها فسادا وإلى يوم القيامة، وإن عدتم عدنا. الميزان واحد، لما كيوصل الطغيان مرحلة ديال ادعاء الألوهية، عرف بالله هذا مؤشر مادي حقيقي على أنه وصل النقطة فاش يهود، لأن ما بقيش فوق ادعاء الألوهية شي طغيان، ما كاينش، ليس فوق ادعاء الألوهية طغيان. انتهى. شو باقي؟ بعد يقول لك واحد انا ربكم والعلا، اش باقي؟ باقي يزيد شي حاجه اخرى؟ هو هذاك حد الطغيان، انتهى. عرب اللي راه وصل قمه الطغيان فلم يبقى له الا الانهيار، وهذا كلام قاله كثير من اهل العلم الان، ويعني اشتهر، والدليل ديالو سنن الله تعالى في التاريخ التي وردت في كتاب الله. الوقت اللي قال فرعون انا ربكم والعلا، ربي تعالى قال له واخا دابا نوريك، وكلوا الطين في وسط اليم، غرقوا في اليم تاكل الطين، كل الطين في فمه، عمر له فمه بالغيث بالطين ديال النيل. هاد ادعاء الربوبيه كيدير، اذله الله واماته شر موته، نسال الله العافيه. وسبحان الله العظيم، هاد التاريخ المعاصر، قرا التاريخ السياسي الجديد، اي واحد تجبر في الارض ووصل الى ان قال بلسانه او بحاله، اما قالها بلسانه ولا قالها بالتصرف ديالو وبالسلوك ديالو، قال انا ربكم ولا لا، يذله الله في يوم عزته، ذاك النهار اللي راه مجبر وفرحان براسو يخسف به، كما خسف بقارون، وكما اغرق فرعون، وكما اهلك عادا الاولى واهلك الامم البائده، ويهلك في كل زمان، لمن يبصر، اللي كيشوف، اما اللي عمى ما عندك ما تدير له، وانما العمى عمل بصيره، انها لا تعمى البصر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومازال هذا الشيء تشوفه، وكاين احاديث نبويه عجيبه جدا تتحدث فعلا عن ان لحظه الحسم، لحظة الحسم تاريخية قربة. أولا العلامات ديال الساعة التي تحدث عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، من تقارب الزمان، هادشي اللي كيسميه العالم ولا قرية صغيرة، من تقارب الزمان، داكشي اللي خصك ديرو في 10 سنين كديرو في ثانية بالإنترنت أو بالمحمول ثانية، وأشياء كثيرة أكثر من أن تحصى، وليس هذا مجلس أوانيها أو ذكرها، لأنها تضيع علينا الوقت، وراه معروف الحمد لله هذه الثقافة ديال السرعة راه ولات عند الناس كاملين. ثم بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بأنه يبعث لها على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، 1924 ما يقارب 1300 الهجري، 1343 أو 44 هجرية، حدث حدث كبير في العالم الإسلامي، هو سقوط الخلافة الإسلامية، ما كانش هذاك الحدث سهل. 1924 1343 44 هجري، بعدها بسنوات قليلة يعني واحد 4 سنين أخرى أو 5 سنين تكونت إسرائيل مباشرة، يعني 48 49 تأسست تأسيس حقيقي، لكن مرحلة الانتداب لبريطاني في فلسطين كانت هجرة كبيرة ديال اليهود، هي تكونت إسرائيل قبل الإعلان على الدولة، تكونت اجتماعيا وسياسيا وبين قوسين، بين قوسين قانونيا يعني وعد بالفور. فهذاك العام ديال تأسيس ديال الدولة العبرية كان لحظة فقط ديال إعلان النهاية ديال الفيلم أو ديال المسرحية كما يعبرون. فاللحظة إذن التي كانت تتأسس فعليا الدولة العبرية في فلسطين، اللي هي ما بين 1924 48 49 معروف، هذيك اللحظة كلها لحظة ديال التأسيس، وكانوا عارفين بأنه ما يمكنش يبدأوا التأسيس تطيحوا الخلافة العثمانية الإسلامية، لأنه كان السلطان عبد الحميد واقف حجر عسرة ممنوع، قال لهم فلسطين أرض حبوس وقف وديال المسلمين كاملين، ما يمكن ليش نسمح فيها. لما لقاوه صلب عملوا مستطاعوا على تخريب الخلافة الإسلامية من الداخل وطيحوا الخلافة، وبعد ذلك مباشرة أبدت موجات الهجرة لفلسطين اللي راه محتلين هذيك الساعة الإنجليز، فبدت موجات الهجرة والتأسيس الفعلي الاجتماعي، وبعد ذلك جاء الإعلان في نهاية الأربعينات، الإعلان ديال التأسيس. هذيك اللحظة بالضبط، هذيك اللحظة كان الوعي والشعور بالأمة الإسلامية قوى بواحد الشكل كبير عند عدد ديال العلماء،
لأنه المسلمين العلماء شافوا لبني ديال العالم الإسلامي كيريب يعني الخلافة رابت بلاد الإسلامية دخلوا عليها اسبليون فرانسيس انجليز طليان تداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها كما هو معروف الحديث ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالمسلمين إذن بشكل تلقائي قاموا يجددون دين الله في الأرض، وواحد العدد ديال الدعوات ديال الإصلاح وتجديد الدين نبتت في ديك المرحلة، معروف في مصر في الهند في باكستان في المغرب في تركيا كثير، يعني تقريبا ما كاينش منطقة في العالم الإسلامي في ديك اللحظة اللي ما نطش فيها واحد الدعوة ديال الإصلاح وتجديد الدين بأشكال مختلفة، لكنها كتلقى في نقطة واحدة هي إعادة بناء الأمة الإسلامية من جديد. صحيح أنه ما وصلتش لشي حاجة كبيرة، ولكن وصلت لواحد شيء مهم جدا وهو تجديد الوعي ديال المسلمين بدين الله وتجديد القراءة لكتاب الله. الصحوة الإسلامية المعاصرة الآن اللي كاينة في العالم الإسلامي هي في الحقيقة امتداد لذاك الشيء اللي وقع في بداية القرن الماضي، ثلث الأول من القرن الماضي، يعني في العشرينات حتى الثلاثينات من القرن العشرين الماضي بالعد الميلادي، في بداية هذا القرن الجديد الميلادي وأيضا قبل ذلك وبعد ذلك بالهجري نفس الشيء، لأن يعني المرحلة واحدة تقترب الأمة كتقرب مازال ما وصلت تقترب من عد 100 سنة على هذه الأحداث جميعا، على سقوط الخلافة الإسلامية وعلى احتلال فلسطين وعلى قيام حركات الدعوة والإصلاح في العالم الإسلامي، تقترب من 100 سنة، بمعنى أنه تمام 100 أولاد اللي غادي يهزوا شأن ديال الأمة راه كيتولدوا دابا هذه اللحظة كيتولدوا، يعني من بعد 20 سنة تقريبا بإذن الله عز وجل اللي كيتولدوا دابا هم أولاد 20 سنة من بعد 20 سنة، ولمن قدر له أن يرى هذه اللحظة سيرى بإذن الله عجبا، لأن هذه حقائق قرآنية مش خيالات وحقائق نبوية تنبئ على أن ادعاء الألوهية اللي صارت له الدول الطاغية في العالم قد آن أوانه باش يأكل الطين كما كلا فرعون بإذن الله. قل للذين كفروا ستغلبون، هذا كتاب الله عز وجل، أي ما قالهاش غير سيدنا محمد، قالها التاريخ الممتد إلى نهاية الأرض، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. ستغلبون إلى ما غلبكم هذا الجيل لأنه ما صالح شيء وفانس، غيغلبكم جيل آخر سيصنعه الله على عينه وبوحيه وكتابه. ولذلك المهيئ للتدافع الحضاري الجديد لهذه المرحلة الجديدة هو الجيل اللي كيشتغل بالقرآن الكريم. علاش؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اللغة المدمرة الآن هي لغة الإعلام، السحر الأكبر لهذا العصر هو الإعلام، الذي يبطل ذلك السحر هو الذي أبطل ذلك السحر الماضي هو القرآن الكريم، اللي يبطل سحر الإعلام الثقافة القرآنية، اللغة القرآنية، المصطلح القرآني، الآيات والعلامات القرآنية. نهار تشوف المسلمين صاروا يتداولون كتاب الله فيما بينهم أبشر بالنصر، قتلوا غير خطوة والعلامات دالة على هذا. سبحان الله العظيم، بقي نتذكر في نهاية السبعينات أواسط السبعينات وبداية الثمانينات تفقدوا القراء ديال القرآن الكريم من المغرب، تفقدوا ولو قليل، بقي نتذكر ما بقوش كيلقوا الناس اللي يصلي بهم في جوامع التراويح في كثير من البوادي، بسبب أن الناس يعني جات واحد المرحلة من بعد الاستقلال شافوا بأنه اللي كيشدوا المراصيب وكيشدوا الفلوس اللي قراوا في السكويلة في المدارس يعني العصرية، فصار الناس إلى ذلك وانصرفوا عن كتاب الله وحصلت أزمة. فإذا به سبحان الله العظيم بحال الشتاء كتعاود تصب، فإذا به بدور القرآن والمساجد والاهتمام بالقرآن من جديد كيعاود ينبت وحده كيما ينبت الربيع، زعما الناس كلهم اتفقوا في المدن في المغرب وفي خارج المغرب في البلاد العالم الإسلامي كلهم وتواطؤوا على إنتاج قراء القرآن من جديد، لكل جمعة الناس كاملين باش يقولوا هذه الفكرة ما يتجمعوا لك شيء، ولكن الله عز وجل ينبت أهله، هذوك أهل الله، إن لله أهلينا من الأرض في الحديث الصحيح، أهل القرآن أهل الله وخاصته، هو ربي تعالى كيخلق دياوله لأمرين هو جل يعلمه كيمهد الوقت ويمهد الجيل لوقته ويهيئ الناس للاهتمام بالقرآن الجديد، يحاولوا يطفئوا القرآن يعني مستحيل، قال لك ما تكتب شيء بسم الله الرحمن الرحيم في المراسلات مع من كيتعامل مع رب الكون، حربهم خاسرة. أنا نتعجب لواحد عدد الشباب يوقع لهم إحباط نفسي ومرضوا بالاكتئاب، وحتى تكون أنت اللي مسؤول عن المعركة عاد تمرض، هو اللي مقابل المعركة رب الكون، واش رحنا نلعبوا ولا
شي غريبة دي. رب الكون الذي يقود المعركة للبشر، وربي تعالى كيجيب العسكر ديالو الجنود ديالو ماشي انت اللي كتعطيهم له، وما يعلم جند ربك إلا هو. إلا ما صلحت انت تكون جندي يتخلى عليك رب الكون، وسيخلقه سبحانه وتعالى قوما آخرين، وكذلك يفعل جل وعلا. وهذا الذي يورى الآن في الأرض. الآن الإقبال على القرآن الكريم حتمية تاريخية. هذه العبارة زعما بالزز غادي يكون أحبة من أحبة وكره من كره، غادي يبدأ ينبت لهم القرآن في كل موضع بوحده ينبت، لأنه الوقت جات باش يتكلم القرآن، باش يتكلم القرآن، لأنه يتكلم الشيطان. الآن الشيطان كيتكلم بلسان الإعلام، بسحر الإعلام، ولا يبطله إلا قول الله جل وعلا القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.